أهلا بكم، دعونا نقول أن لدي مجال متجه V. المتجه عند أي نقطة معطى يساوي ناقص، أو المقدار في الاتجاه X لدي يعتمد في الواقع على Y، أين سيكون الإحداث Y لدينا في مستوى XY، زائد والمقدار في الاتجاه Y الذي يعتمد على X. في البداية دعونا نلقي خلال هذا معرفة الالتفاف. إذن التفاف V كيرل V إنه يساوي متجه العامل ديل تقاطع V التي ليست سوى هذا. وعلى الرغم من أن هذا يبدو مجال متجه ثنائي الأبعاد، في الواقع سنأخذ الضرب التقاطعي في ثلاثة أبعاد، لأن الالتفاف هو تماما مثل عزم الدوران، وكأننا عملنا قاعدة اليد اليمنى عندما درسناها. حسنا، أرجو أن تشاهد بعض أشرطة الفيديو على المغناطيسية وعزم الدوران، ولكن عزم الدوران يذهب فعلا في الاتجاه الذي هو عمودي على كلا المتجهين في الضرب التقاطعي. إذن كلا هؤلاء لديه فقط مركبات X و Y بالفعل، فإن النتيجة ستكون في الاتجاه Z، ستكون متعامدة على كلا المتجهين. إذن عندما تأخذ الضرب التقاطعي مع ذلك ستعمل ذلك في ثلاثة أبعاد، إذن I, J و K الجزئية بالنسبة ل X، الجزئية بالنسبة لي Y، والجزئية بالنسبة لي Z. مركبة X هي ناقص Y، مركبة J هي X، ليس لدينا مركبة K، وينبغي أن يكون هذا أوضح قليلا للحساب من المثال السابق. هذه ستكون مساوية لي. حسنا، انظر مركبة I، دعونا نحذف العمود هذا مع هذا الصف، ستكون الجزئية بالنسبة لـ Y من صفر ناقص الجزئية بالنسبة لـ Z من X ناقص هذا، كل هذا ضرب I ناقص. الآن مركبة J، تذكر أن تعمل زائد ناقص زائد، إذن ناقص، وهذه مركبة J، نحذف هذا الصف والعمود، المشتقة الجزئية لـ X بالنسبة لصفر، أو المشتقة الجزئية لصفر بالنسبة لـ X بالفعل، ناقص المشتقة الجزئية لـ Z. أو المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Z من ناقص Y، هذه مركبة J، وأخيرا زائد مركبة K، الصف والعمود، المشتقة الجزئية من X بالنسبة لـ X ناقص المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y من ناقص Y. أعلم أنه لا يمكنك قراءتها، ولكن ناقص Y هذه هي مركبة K. والآن دعونا نبسطه، سوف أبسط هذا فوق. إذن هذا الحد، المشتقة الجزئية للصفر، حسنا إنها صفر، المشتقة الجزئية لـ X بالنسبة لـ Z، طالما أن Z هي المعنية فإن X ثابت، إذن هذه صفر، المشتقة الجزئية لصفر بالنسبة لـ X هذه صفر، المشتقة الجزئية لناقص Y بالنسبة لـ Z، طالما أن Z هي المعنية إذن Y ثابت، إذن هذه صفر، كلها غادرت حتى الحد السابق إلى حد ما،
مباشر. لماذا لا نشطب كل هذا؟ هذا يجعل المعنى واضح أيضا، لأنه على الأقل من وجهة نظر الإكس، وعلى الرغم من الدوران، وإذا كنت تفكر في ذلك ستكون في الاتجاه عمودي على كل من اتجاه إكس وعمودي على الاتجاه الذي يتغير، يمكنك مشاهدته بشكل متعامد على اتجاه حركته والذي هو واي. لذلك سيكون اتجاه زد. إذا كان ذلك يحيرك لا تقلق، ولكن إذا لم يحدث ذلك إذا يمكنك تطبيق نفس البرهان على المتجه جي. على أي حال دعونا نبسط هذا. إذا هذا يساوي المشتقة الجزئية من x بالنسبة لـ x، حسنا، فقط 1 ناقص المشتقة الجزئية من y، لا من ناقص y بالنسبة لـ y، حسنا هذه فقط ناقص 1، إذا يساوي 2. وبالتالي الالتفاف عند أي نقطة في هذا المجال المتجه هو 2. دعونا نرى كيف يبدو المجال المتجه، ودعونا نرى ما إذا كان يعطينا أو يحمل لنا توضيح في هذا المثال. واسمحوا لي أن أحاول جعل هذا أكبر قليلا، جعل الإطار أكبر، هكذا تذهب. حسنا أعتقد أنه واضح. عندما ننظر إلى هذا المجال المتجه يبدو شبيه الغزل. إذا كنت تمسك شيء خصوصا في الوسط فإنها واضحة أنها ستدور كالدوامة، ولكن ما يكون غير واضح قليلا قد تعتقد. حسنا لا شيء يدور بشكل أسرع بالقرب من المركز مما يكون هنا. لماذا؟ كما تعلم الالتفاف حصلنا عليه 2، و2 هو ثابت. الالتفاف هو نفسه في جميع أنحاء هذا المجال المتجه بأكمله، وهذا نوع يوضح أن المجال يصنع شيء يدور بالتساوي. لا يهم أين تكون في المجال، دعونا نرى ما إذا كان منطقي. في الوسط بالتأكيد منطقي أن شيء يدور. إذا كان لدي عود صغير هنا فإنها ستدفع في هذا الاتجاه، مع أنه ليس كثيرا في المقدار هذا الاتجاه، ومن ثم ستؤدي إلى التراجع إلى اليمين في هذا الاتجاه. هذه هي المسببة للدوران. ولكن ماذا لو كان نفس العود هنا؟ ستقول في أعلى اليمين أنا أدفع أعلى أعلى وإلى اليسار، وأسفل اليسار أنا أيضا أدفع للأعلى وإلى اليسار. لن تدور بنفس القدر، ولكن سيكون لأن الفرق في مقادير هاتين يمكنك ملاحظتها تقريبا مثل القوى المتجهة لعزم الدوران. الفرق في المقدار يكفي لأن يزال لديها نفس الدوران عكس عقارب الساعة هنا كما كان هنا. إذن لأن الالتفاف هو عدد موجب ثابت، عندما ننظر على مستوى XY مثل هذا، إذا وضعت غصن نفس الغصن في أي مكان يمكنك وضعه على هذا المستوى، أعتقد أن هذا منظم جدا. الآن دعونا نعمل تجربة صغيرة. ماذا سيحدث إذا كانت هذه زائد y؟ إذا كانت هذه زائد y، لذلك دعونا نقوم بهذه التجربة. إذا كانت هذه زائد y ثم هذه ستكون زائد y، ثم هذا الحد الأخير سوف نأخذ المشتقة الجزئية لزائد y بالنسبة لـ y، إذن ستكون 1 ناقص زائد 1، ومن ثم الالتفاف لدينا سيكون 0، وهذا من شأنه
أن يعني أنه لا يوجد لدينا دوران، وما هو توضيح ذلك؟ حسنا، إذا نظرنا إليها فقط رياضيا، إذا لدينا التفاف صفر بطريقة ما، الدوران في اتجاه X لدينا يجب أن يكون يقابله دوران في اتجاه Y. عزم الدوران هذا يجب أن يكون تماما موازنا بعضه البعض. دعونا نرى ماذا سيحدث مع هذا التغير. هذا هو الرسم البياني القديم، اسمحوا لي في الواقع تغييره إلى المجال المتجه الجديد. المجال المتجه الجديد، هذا المجال المتجه الجديد لدينا، المجال المتجه هذا هو زائد y i زائد x j، والالتفاف هو صفر في كل مكان، ما يلمح أو ما يعني أننا أو أنني أستطيع وضع غصن في أي مكان هنا، ولن أحصل على أي نوع من الدوران. لنرى إذا كان منطقي إذا وضعت غصن في المركز أو أي نوع من العيدان في المركز. دعونا نرى، سيكون لدي بعض القوى أو السوائل التي تدفع هنا بهذا الاتجاه لكن لا تساعد على التدوير وتدفع في هذا الاتجاه. حسنا، لن يساعدني أحدهم بالتأكيد، لا يدور. في الواقع يمكنك وضع الغصن في أي مكان، وربما هذا الغصن قد يدفع في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، إذا وضعت الغصن هنا فإنه سيدفع للخارج عن طريق تدفق المياه وبسرعة هذه المياه، ولكن لن تدور. إذن على الرغم من أنه كان لدي نوع من الالتفاف في اتجاه X أو لدي التفاف في اتجاه Y موازنا لبعضه البعض، هذا في بعدين، في نهاية الأمر ليس لدي دوران. في الحقيقة هذا يسمى غير دوراني. أعتقد هذه الكلمة للمجال المتجه، أينما تتواجد لن يكون أي دوران. إذا كنت تعتقد أنها مثل قوة أو سرعة، سرعة المجال المتجه ستطبق أو ستطبق التحويل إلى الموضوع في هذا المجال. فعلا للمتعة دعونا نفكر، التباعد لهذا المجال ليس لدي الكثير من الوقت. إذا كان لي أن أفكر في التباعد في هذا المجال فإنه من السهل حسابه. دعوني أمحو هذا سريعا، إنها دائما متعة لمجرد تفسير مجال متجهي. دعوني أفعل التباعد لهذا أولا. إذن التباعد لهذا المجال المتجهي هو المشتقة الجزئية لهذا بالنسبة لـ X. إذن تباعد V هو نفس الشيء كما العامل ديل ضرب المجال المتجه لدينا V، والمشتقة الجزئية من هذا بالنسبة لـ X. إذن المشتقة الجزئية من Y بالنسبة لـ X هي صفر، زائد المشتقة الجزئية من X بالنسبة لـ Y، إذن هي صفر. تباعد هذا المجال المتجه هو صفر، وحتى في حالة أخرى عندما يكون لدينا ناقص y لا يزال صفر. هل هذا معقول؟ حسنا، إذا أخذنا دائرة في أي مكان هنا، دعونا نأخذ في المركز لأن المركز هو الأكثر أهمية، لنأخذ الدائرة. لذلك لدينا بعض السوائل أو الجسيمات تأتي في سرعة معينة من أسفل اليمين واليسار العلوي، ولكن بنفس القدر تغادر من خلال الجانب الأيمن العلوي واليسار السفلي. كل ما سيأتي خلال هنا وهنا وما سيترك خلال هناك وهناك. لذلك إذا كان لديك دائرة متناهية الصغر أو كرة في المجال المتجه، ليس لدي زيادة في صافي الكثافة أو لا شيء سيدخل في الدائرة
أو في أي كمية معينة من الوقت، فإن تركيز هذه الدائرة لا يتغير، وهذا صحيح إلى حد ما في أي مكان إذا رسمت دائرة هنا، وذلك لأن التباعد لدينا صفر. هذه تخبرنا أن كل ما هو داخل في الاتجاه الأول هو ما سيخرج في الاتجاهات الأخرى، لذلك لا أحصل على أي كثافة أكثر أو أقل كثافة، لذلك ليس لدي تباعد أو تقارب. هذا هو المهم. الآن لقد نفذ الوقت، لقد انتهينا من تحليل المجال المتجه. إلى اللقاء.